تجديدا للعهد مع الإمام الجوادي عليه السلام في ذكرى استشهاده، أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة مجلس العزاء الجوادي تخليدا لشخصيته الفذة التي كانت وما زالت وتبقى قدوة للموالين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هاي بالقرآن موجودة، وإحنا يعني واجب علينا أن نحيي هاي الذكرى كأبناء مدينة كاظمية وكإمامنا كإمام معصوم. فهاي هاي الذكرى تجدد بينا روح العزاء، روح الثورة، روح يعني نقول الحياة، دوامة الحياة هي بها الإشعار إن شاء الله. ينبغي على المؤمن أن يصل إلى مراتب متقدمة من العلم والوعي والثقافة، ومن الطرق التي توصله إلى تلك المراتب الرفيعة هي المجالس الخاصة بإحياء ذكرى آل البيت عليهم السلام، لما تقدمه من شحنات معرفية وروحية تثري العقول بفيوضات العترة الطاهرة عليهم السلام. حقيقة الأجواء والمناسبات الدينية خصوصا التي تتمثل في إحياء ذكرى مواليد أو وفيات الأئمة المعصومين عليهم السلام في مدينة الكاظمية، وخاصة في العتبة، عتبة الإمامين سلام الله عليهما، تتجسد بأنه أن تكون هذه المجالس معبرة بأدوات ومستلزمات الوعي والإرشاد الديني الذي يصب في تجسيد سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام في مدى معاناتهم ومدى أنه حياتهم في ظل الحكام الظالمين، واتخاذ من ذلك دروسا للموالين والأتباع. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يحضرون هذه المجالس وهذه العزاءات التي تقيمها العتبات المقدسة، وفي مقدمتها إن شاء الله هذه العتبة المقدسة الكاظمية المعطاء إن شاء الله. أسأل الله التوفيق لنا ولكم. لا السم ولا الظلم ولا الاضطهاد يقف حاجزا أمام نشر الرسالة الجوادية إلى العالم الإسلامي أجمع، فهي كالشمس لا تحجب بغربال. لبرنامج هنا للكاظمية، علاء الأنباري.